مرحبا بكم من جديد مع رابطة يوتيوبرز الجيل الجديد. أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. حان اليوم موعد الإعلان عن القنوات المشاركة في هذه الرابطة، وستتقدم كل واحدة من المشتركات بتقديم موجز لقناتها. أترككم مع الفيديو كي تكتشفوها. مرحبا بكم أعزائي، معكم إيمان من قناة للنساء فقط مع إيمان، قناة تهتم بالطبخ العربي والعالمي من خلال تقديم أفضل الوصفات وطرق الطهي لتساعد ربة البيت والمرأة العاملة وبالخصوص المبتدئات على تحضير وجبات متنوعة سهلة واقتصادية وفي نفس الوقت راقية وعصرية. وفي أمان الله. مرحبا بكم بنات، معكم أمينة من قناة وصفات أمينة اللي غتكون قناتكم أكيد. غادي نقدم لكم كل ما كتحتاجوا أي بنت أو سيدة باش تحافظ على الجمال ديالها من وصفات وخلطات ونصائح تجميلية مفيدة وبأبسط الأشياء اللي كتوفر عليها في البيت ديالك. كما أنني غنقدم فيديوهات تحفيزية تخليك إيجابية ومتفائلة في حياتك، فكونوا في الموعد. مرحبا بكم في مطبخ شهوات أم ريتاج في فن الطبخ والحلويات التقليدية وكذلك العصرية. إن شاء الله غادي نحضر لكم أطباق ووصفات سهلة وبسيطة ومجربة وغير مكلفة في نفس الوقت، وكذلك وجبات للأطفال الصحية. أتمنى أن تستفيدوا من قناتي. تحياتي لكم أحبائي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي شيوات ومطبخ كنزة التي تهتم بكل ما هو جديد في عالم الطبخ، أطباق متنوعة سهلة وبسيطة خصوصا للمبتدئات. أتمنى أن تنال إعجابكم. انتظروا دائما الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. مرحبا بكم في قناة إبداعات سهام الفنية الخاصة بالأعمال اليدوية السهلة وفن الديكور وكل ما يخص المرأة المغربية بوجه الخصوص. أتمنى أن تنال إعجابكم وأن ترقى لتطلعاتكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم، أنا سهام من قناة وصفات لأحلى السيدات. قناتي كتهتم بكل ما هو جديد في عالم الطبخ مع تقديم بلمسة إبداعية لك سيدتي ولعائلتك. مرحبا بكم أخواتي، معكم عائشة من قناة وصفات أم أنس. غادي نقدم لكم إن شاء الله وصفات سهلة وبسيطة وغير مكلفة بمكونات موجودة في كل بيت وبلمسات عصرية ومبتكرة. مرحبا بكم في قناة أم آدم الفاسية الخاصة بالطبخ والحلويات والوصفات السهلة والاقتصادية. انتظر أختكم بوتينة. أهلا بكم في قناة لبنى تايم، نتجول معكم من باريس في كل ما يخص المرأة في حياتها اليومية من أفكار مختارة لك ولطفلك، وصفات مبتكرة في الديكور والجمال، وإبداعات من المطبخ العالمي. إذا كانت هذه هي القنوات المشاركة في رابطة اليوتيوبرز الجيل الجديد. أتمنى أن تدعموا قنوات الرابطة بالاشتراك فيها بالضغط على الزر سبسكرايب أو صابوني أو اشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بكل جديد القنوات، وانتظرونا قريبا في أول عمل مشترك إن شاء الله.